السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى مع عالم الأسماك. عندنا هنا هنبدأ من اليسار الحاجات الرخيصة، بداية من البوتاسو، نافاجا، سيلد تالت، كامبالا. الكامبالا والمينتاي اعتقد من الحاجات اللي هتلاقيها خلصانة. هنا شكل، يعني بوريكم بس شكل التغليف والاسعار. هنا بقى يعني بتتكلم في حاجات 440 ده الكيلو حضرتك، تمام. كيلو لو هي سمك على بعضها ومفروض تتوزن زي المنظر ده كده امام حضرتك. لكن في سعر للعبوة، او مثلا يقول لك الكيس ده يقول لك ب 600 روبل مثلا او 300 روبل. يعني هنا هقرب الاسعار تشوفوا احسن بقى. الاسعار مش غالية، يعني عادية، تعتبر 300 بالنسبة للسمك. نخش بقى على الخيك والبيكشا والتريسكا. التريسكا طبعا من الحاجات الشهيرة، ولكن برضو خلينا في الكيلكا، الحاجات الرخيصة اللي بنتكلم في 260 350 402، والكاريوشكا والمايفا، وعندنا الليديانيا والجربوشة والفاريل. الفوريل هنا يعني المفروض ان هو اوريكم بس شكل الاول. الكاريوشكا كانت فين الكاريوشكا؟ الكاريوشكا قدامنا ده شكل سمك الكاريوشكا، علشان برضو تعرف المسمى، يعني من شكلها تقدر الناس اللي فاهمة في السمك تقدر على طول تعرف اسمها بالانجليزي او بالعربي طبعا، بالذات الناس اللي غاوية صيد. طبعا السمك الصغير ده اللي هو المايفا ده بيبقى اهو، ده برضو تاني مايفا. يعني حلوة التقسيمة ان هم مقسمينها بالمنظر ده. نوريك برضو العبوات، في سمك بقى اللي هو الدبابات هوريه لكم في الاخر. هنا مثلا سمك السيج والموكسون والفوريل. الفوريل ده مهم جدا اهو، والسلمون هي مش باينه للاسف. ادي احاول اشوف حاجه باينه، بس لا مش تبقى واضحه. شايفين بقى العمالقه دي دبابات، دي دبابات يا جماعه. القنبلة دي دبابة، أو ده جزء من الدبابة. يعني ده الحتة دي مثلا يقول لك ب 1443. حلو كده؟ حلو الكلام. تعال نكمل. هنا بقى الهرس بقى، بس سيبنا من الهرس ده اللي هو إيه. المهم خلينا، أنا اللي عايز أوريه لكم بس الدبابات بقى. لا مش دي الدبابات، تصدق مفيش دبابات عندهم يظهر. اللي هي بتبقى سمكة لصوص كبيرة كده، وزنها مثلا 6 كيلو ولا 5 كيلو ونص حاجة كده، تبقى بقى بحجمها كله وانت توزن. ساعات تبقى 8 كيلو حسب حضرتك وقعت معاك ايه. هنا الأسعار بقى ايه، بنتكلم في 300 روبل وحاجات كده. طبق فتت سمك ده ولا ايه؟ المهم نروح على مزاج الملوك. الجمبري، الجمبري هنا حبيبنا وحبيب الملايين. له بقى ايه تقسيمات، يعني حسب الكريفيتكي الوزن بتاعه والحجم بتاعه. هنا 70 على 90 ده ب 800 روبل، وهنا في 1100، وده ب 970، وده ب 600 اللي هو ارخص واحد. اخر واحد هتلاقيه هرق كده اهو هو ده اللي ب 600 روبل، والمفروض ان عليه خصم كده. لكن في مثلا النوع ده ب 970 او 969. هو طبعا ماسك نفسه وطويل كده، بس طبعا بعد الطبخ بتتقل قيمته خالص، بيبقى حاجه تانية. ده اللي هو طبعا ابو 1100 ده احنا مش لاقينه هنا، قالوا يمكن الزوم على ده. ده طبعا اللي هو الاشهر بنشوفه كتير، ده اللي هو ب 800 روبل، وهيرخص عن كده على فكره ب 600. وهنا بقى حاجه عرض كده على تونيتس ميدلون، اللي هو ده برجر كده تونه.
سمك التونة يا حتتين برجر ولا اعرفش اربعة لازقين في بعض. بس مهم يعني العبوة دي كده ب 269 روبل في حاجة كويسة يعني. برضو اللي عايز اللي ليه في التريسكا، التريسكا انا بحبهاش قوي بصراحة، بس حاجات من البادجت يعني ب 350 روبل. في نوع تاني ده سمك الخيك، الخيك بقى خيك وميك برضو معمول فيليه وقوالب كده زي البرجر بتعمله ساندويتش. هنا دي سكومبريا برضو من الحاجات الحلوة اللي ناس كتيرة بتحبها بتاكلها ب 300 روبل. دي اعتقد ده بالكيلو، دي كيلو جرام السمكتين دول على بعض. انا بدور على الدبابات بس يظهر ما عندهمش دبابات الا صوص الكبير. ده تريسكا فيليه مجمدات طبعا كتير اهو زي ما حضرتك شايف، واسعار مثلا فيها اهو 298 في 396 زي ما حضرتك شايف ايها المشاهد الكريم. ورحله البحث عن الدبابات، فين الدبابات؟ ما عندهمش دبابات من السمك تريسكا. تريسكا الكالمار فين؟ دي كوكتيلات بقى فواكه البحر، بيسموها فواكه البحر، بس انا بالنسبه لي بصراحه يعني حاجه دي شايفين اهو المنظر يعني حاجه مش عاطفيه خالص خالص. بس في ناس تحب الموضوع ده يعني الصراحه، عشان بس ما نقرفش الناس، لا في ناس تحب الموضوع ده والميديا وما ادراك ما الميديا. دي لحمه ميديا اهي جاهزه، بتشال منها القواقع بتاعتها او الغطاء بتاعها. هنا الكراب او البتاع ده كراب، كراب عبوات اقتصاديه. أسعار بقى 208 210 209 324، وعرض هنا الميديا ب 335 يا بلاش يبقى بلاش. وكانت هذه حلقة النهاردة من السمك الروسي المجمد المثلج. الحقيقة ساعات بيبقى لو بتعرف تطبخه كويس بصراحة طلع منه طعم رائع. يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نراكم على خير وفي خير دوما. السلام عليكم.